السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعينا اللي بيتابعونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة المحور قناة العائلة العربية. يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، ربنا يا رب يخليه أحلى شهر عليكم، شهر اليمن والبركات، وربنا يبلغنا جميعا ليلة القدر. وعايزة أقول لكم إن في رمضان طول عمرنا بنحب إن احنا نتلم ونتجمع لمة العيلة. يمكن دلوقتي في ظروف الكورونا وكده الزيارات اقل بشويه، معرفش بقى اقل ولا احنا بنقول كده وكده، اقل بشويه، الدنيا اهدى شويه، لكن يظل برضو الاسره وربه البيت بتبقى عايزه تعمل بقى المشمر والمحمر، حتى العيال يعني طول النهار هفتنين وما بياكلوش. يعني انا عندي امي مثلا بتتفنن بقى يوم فته، او الاول بقول لها اعملي انا عامله دايت، يوم تعمل لي فته يوم تعمل، يعني مش عارفه هي ايه وجهه نظرها في الدايت. لكن مامتي زي كل الامهات دايما حاسين ان ولادهم هيبقوا مرهوقين ومهبتنين لو ما كلوش على الفطار، وبتبقى النتيجه نتيجة عكسية تماما، تخزين للدهون في الخلايا الدهنية الخاصة بالجسم، حالة نفسية بتسوء، هدوم ما بتدخلش فينا، مناسبات ما بنعرفش نحضرها، ممكن شغل ما نتقبلش فيه، علاقات اجتماعية فاشلة، خيانات زوجية، كل ده والله كل دوت واقف كده على عمود اسمه السمنة. ونس ان احنا نكون عندنا جسم رشيق قوام ممشوق، بيبقى عندنا ثقة في نفسنا، بنبقى عندنا تعاملات مع المجتمع بمقاييس غير، احساسنا بان احنا صغيرين، احساسنا بان احنا نقدر نلبس، احساسنا باننا شيك. بص، ثقة في النفس كاملة. علشان كده احنا لقينا دي ضرورة ملحة جدا ان احنا نختار شركة تكون موثوق فيها، بتقدم منتجات آمنة ملهاش اي اثار جانبيه. يمكن انا كتير قوي بتعب علشان اختار المنتج اللي لما كل الستات كل حوا بتسالني، والنهارده احنا على فكره هناخد اسئلتكم على طول يعني لايف معانا، عشان كده انا عايزه انا وانتم النهارده ارحب بمتحدث الرسمي للشركه الموثوق فيها اللي انا بكلمكم عنها النهارده، والشركه اللي بتقدم لنا منتجات جباره، كورس كامل بيغير حياتك، بيرسم حياتك من اول وجديد. اهلا وسهلا، انا وانتم يعني هنقول اهلا وسهلا للمتحدث الرسمي لمبادره مصر ضد السمنه 2020، المتحدث الرسمي استاذ رامي العقاد لشركه هيلثي لايف. منورنا يا رب. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت سعيده، كل سنه وانت متالقه، كل سنه وكل المشاهدين في كل الدنيا بخير يا رب، وكل سنه وهم في احسن صحه واحسن حال. دي اهم حاجه يا رب، وكل حوة بتشوفنا تكون سعيده ومبسوطه ومحققه راحه نفسيه في الظروف ديت، ان ما ينفعش بقى نقعد اكل جوزي واكل واكل عيالي ونبقى كور صغننين بالمتقول قنابل صغننه متحركه. اول بدايه طبعا اول سؤال بيفرض نفسه، ايه العادات الغذائيه الغلط اللي احنا ممكن نعملها بتجيب معانا طبعا نتيجه عكسيه وبتزود عدد الخلايا الدهنيه وبالتالي بتؤدي لها؟ طب ده سؤال جميل جدا، ويمكن احنا بنكون سبب رئيسي في السمنه اللي بتجن او في زياده الوزن. انت او انتوا سبب رئيسي في ما حدش بيمسكنا ويحشرنا الاكل يا رب. انت سبب رئيسي ليه بعاداتنا الغذائيه الخاطئه اللي ممكن تكون حضرتك متخيل ان انت صح وهي غلط جدا. من ضمنها ان احنا الاكل المسبك او الدهون الثقيله قوي، في ناس بتعمل تتفنن انها تقول لك لا ده انا لازم اظبط بقى الاكل كده واسبكه ويبقى فيه الدهون وبتاع، وده خطر جدا. كمان المقلي والحاجات المقليه بزيوت بقى مهدرجة والحاجات، يعني كل ده خطر جدا. يا سلام يعني تلاقي بره عايشين هيلثي لايف اكتر، بياكلوا الحاجات ممكن الاكل اشبه الى صورته الطبيعيه او يا دوبك يتسلق حبه صغيرين، والمشويات والستيم بقى. يعني انا كنت وانا في امريكا لاقي الناس ما بتاكلش حاجه، ما بيحطوش حاجه الا في حاجه اسمها الاير فراير، حطوا فيه يحطوا فيه الفرخه تطلع شوربه يا لينا، يحطوا الحاجات اللي عايزه تتقلي من غير زيت خالص، ده حقيقي خالص، يطلع مقرمش وكده. فانا قلت بصراحه ده كان اختراع حلو، حتى اللي موجود عندنا هنا بشويه زيت صغيرين، لكن اللي هناك فعلا من غير زيت خالص. دي حقيقه، وفي الاخر بتلاقي صحتهم كويسه، ما عندهمش مشاكل بقى القولون والمعده والكوليسترول والحاجات دي كلها، وما عندهمش زياده في الوزن. وده كانت مبادرتنا مصر 2020 ضد السمنه اللي بتقدمها هيلثي لايف، واللي بدعوا كل المشاهدين ان هم يتواصلوا معانا بارقام التليفونات او بالواتساب، انهم الارقام معانا على الشاشه يا جماعه، عشان خاطر احنا جايين نغير حياتك، جايين نعيشك حياه هيلثي لايف فعلا. لان حضرتك زي ما بقول لك احنا عندنا عادات غذائيه خاطئه جدا، ومن ضمنها حضرتك بتاكلي وتنامي، بتاكل اكله يعني مسبكه قوي وبتاكلها وتنامي. ما هو الاكل، ما احنا عفوا لما بناكل بيكبس علينا النوم، ليه بقى؟
عشان الدم كله بيروح للمعدة طبعًا. فالمخ طبعًا. ما بنطبقش القاعده الذهبيه بتاعت اجدادنا، اتعشى وتمشى، كل وتمشى اتحرك. هتقولي انا بحاضر، اتمشى في البيت. ما بيقولك اتغدى وتمد. واتغدى وتمد. على فكره الناس ما شاء الله يعني من كل مكان بيكلمونا، مستمتعين جدا بالحلقات، مستمتعين بالتواصل الحلو، بيقولوا أيوة. بتقدموا لنا وجبه خفيفه. قلت لهم اهم حاجه انها وجبه خفيفه مش وجبه. ما بحبش اقعد احط ضيفي كده واكتفه. الله يحفظك يا رب. كمان من الحاجات اللي انت خلي بالك وانت بتاكل، التركيز، انا باكل قد ايه، وما تاكلش وانت بتتفرج على المسلسل وتتفرج على التلفزيون. طبعا مسلسلات وملذ وطاب، وعمال تتفرج وعمال تاكل تاكل ليه؟ حاول تركز وحطي في الطبق بتاعك او في الطبق بتاعك، ما تملاش الطبق قوي، لان الطبق الكتير هيبقى مغري ليك. طب اكل حته كمان، طب ادوق حته كمان. لا، خلي بالك ما تملاش الطبق قوي، يحط شويه كميات صغيره. كميات صغيره. لقيت نفسك خلاص، ها يعني خد حط تاني. لكن يقعدوا كلهم يبصوا لك بقى، تخيل لو طبق وبيا جاي، خلي الناس تتريق عليك، خلي الناس تقول لك ايه ده، ايه الاكل اللي انت بتاكله ده، مالكش دعوه بحد. عيش حياتك، عيش الهيلثي لايف بتاعك. اللي يتريق يتريق. وبعدين مفيش حاجه اسمها قواعد ثابته، ما تقولش انا بعمل دايت انا ما باكلش، لا انا مش هاكل شوكولاته. اكسر القاعده وكل النهارده شوكولاته. احنا عايزين نطبق القاعده الذهبيه اللي رب العزه قال عليها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال برضه سلسل طعامك وسلسل شرابك وسلسل نفسك، لو عشان ناخد نفسنا، عشان ناخد ده في ناس والله العظيم يا ميار مفيش نفس، الاكل شبه طالع لفوق خلاص دماغهم مفيش. وده غلط جدا. وفي الاخر تقول انا بدخل ليه. ولذلك احنا في هيلث لايف بنقدم الكورسات طبيعية 100% وبنطبق القاعدة بتاعتنا الجميلة والشعار بتاعنا اللي هو تخسيس بدون حرمان بدون مجهود. يعني انت مش هنحرمك، اه هتاكل بس اكلتك هتشبع ليه، لان كورساتنا طبيعية 100% امنة 100% بتخليك مش هتتحرم من الاكل. اه هتاكل بس اكلتك هتقل، لان احنا بنعمل على ايه بقى، ان احنا بنعمل حالة الشبع، بيحصل لك حالة من الشبع، وبيحصل لك ان احنا بننحت القوام وبنكثر ثبات الوزن وبنرفع معدل حرق الدهون، ان في ناس عندها معدل حرق الدهون مش عالي. لا احنا بننجح بعد فده. سن الأربعين الستات فعلا بيتوقف الحرق عندهم، مش بس ما بيبقاش في حرق. ساعتها المنتجات بتاعتنا فعلا بتدخل على المرحلة السنية دي، مهمة بتشتغل جدا. على المرحلة دي لأنها بتخش عليها وبتحرق الدهون فعلا. ويمكن عندنا حالات كتير، ممكن كمان بيجيلك حالات وبتكلمك. أنا على التليفون كتير معدية السن الأربعين والخمسين وما شاء الله والستين وناسة بتاعها، وعندهم بيقولك بقى عندنا معدل حرق وبننزل في وزننا. فده شيء رائع جدا. يبقى احنا بنطبق القواعد الذهبية. أنا بديك كورساتي اللي هي ناجحة الحمد لله، مجربة من كل مكان وناس بتتواصل معانا، بس أنت لازم تساعدني، لازم تبقى معايا خطوة بخطوة، لازم يبقى عندك الإرادة والحافز. طب الناس بقى توصل لكم ازاي؟ بفضل الله طبعا الارقام اللي موجوده، التواصل ده الواتساب والارقام التليفونات والهيلث لايف لو بحثوا عنها موجوده في كل مكان. وبفضل الله هيتصل دكتور في بيتك في وقت الحظر، هيتصل هيلاقي دكتور لحد عنده وهو قاعد، هيساله على طوله ووزنه، هيساله على بعض الاسئله. وكل جسم بيختلف على الثاني، كل عمر صغير بيختلف عن الكبير. وبفضل الله عندنا حلول لكل الناس، مفيش ياس، مفيش مستحيل، احنا بنكون وراك. يمكن انت بتتابع معانا في حلقاتنا، احنا ما بنسيبش الحلقه ابدا. معانا تليفونات امبارح، يمكن في المداخله بتاعت امبارح بتقول الحاج احمد محمد من اسكندريه بيقول بيقول انا حتى لما ما اتصلتش يعني نسيت واتلهيت، في اتصل بينا قالوا لي ايه ده انت ما اتكلمتش ليه؟ أيوة. اخبارك ايه ان شاء الله كويس؟ عندنا حاج محمد اسكندريه، عندنا جمهور كتير حلو من اسكندريه من كل مكان طبعا، بنحييهم. اهل اسكندريه العزاز كل سنه وانتم طيبين. جاي بقى والايام الجميله يا رب نرجع ونروح بقى كلنا يا رب ان شاء الله. البحر والواحد يروح البحر يلاقي كرش ولا غليد. ولا غليد احنا خايفين منه، عشان كده بنقول الحق نفسك الحق نفسك. مبادرتنا بنقول الحق نفسك. طبعا احنا جايبين لهم النهارده كورس الانقاذ السريع، لو انت عايز تلحق تروح المناسبات السعيده بتاعتك ان شاء الله. إيه بقى يعني ايه بقى يعني؟ خليني بس انا اقول مثلا في عروسه ربنا يكرمنا والحظر يترفع، عروسه مثلا بعد العيد وبعد فتره الحظر الكبيره دي، هل هتلحق تنقذ نفسها وتبقى بفستان العمر وفي ليله العمر تبقى يعني كده؟ هنستخدم لها ايه؟ بفضل الله بفضل الله الكونجاك من 12 ل 17 كيلو في اقل من 5 اسابيع. الكونجاك احنا عندنا هيلث لايف في كتير من الكورسات اللي بتناسب كل حد، بس احنا عندنا عشق خاص مع الكونجاك لما له من نتائج مجربه ورائعه. معانا على الشاشه، معانا على الشاشه، نتائج مجربه ورائعه، نتائج يا جماعه ليها مفعول السحر. يمكن حالات كتير بفضل الله بتجيلنا بتخس من 12 ل 17 كيلو في اقل من 5 اسابيع، ومن اول اسبوع يقعدوا يكلمونا بعد كام يوم انا نزلت، وبفرحانين قوي لان هم جربوا منتجات تانية، جربوا حاجات ليها سايد افكت. في ناس كانت بتجيلنا يأسه وتقول لا انا خلاص انا شايفه انه مستحيل وانا جربت حاجات كتير. بفضل الله لما بيجربوا يا ميار بيقولوا لا حياتي اتغيرت. اصلا عالمي يعني الكونجك عالمي وعامل يعني نتائج عالميه. الناس خشوا يا جماعه على الانترنت وشوفوا الكونجك، شوفوا الكونجك وشوفوا
قد ايه حاجه وهميه. وبعدين لما يجي من شركه هيلثي لايف لازم نبقى واثقين في المنتج وعارفين انه ملوش اثار جانبيه وانه طبيعي 100%. طبيعي بقى 100% بيعمل ايه مع في التخسيس يا رب؟ هو بيشتغل على حاجات كتير جدا، واولها طبعا بيخش على الدهون وبيفتتها. يعني هو بص، هو اولا طبيعي 100% زي ما حضرتك بتشرب اي منتج طبيعي زي ينسون، اي حاجه، قهوه، قرفه، حاجات طبيعيه من الطبيعه، ودي مستو يعني مش حاجه كيميكلز او اي حاجه تكون مضره للجسم. فدي اول حاجه، مليان بكتير من المعادن والفيتامينات، فيتامين اي، فيتامين اي وبي وبي 2 وبي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12 وفيتامين اي عشان البشره، والناس ما تبقاش وشها شاحب يبقى وشها كده منطلق كده وبشرتها جميله. فكل الفيتامين دي موجوده، والمعادن الزنك والحديد والمغنيسيوم. يبقى اذا عندي المعادن، احنا عندنا الكبسولات وعندنا النقط وعندنا الاعشاب. الثلاثه دول ليهم مفعول السحر، الثلاثه زي ما بيقول لك ثلاثه في واحد. الثلاثه دول لو خدتهم بامر الله بامر الله هتنزل وزنك. بنشتغل على الكبسولات، والكبسولات ليها مفعول قوي، مفعول السحر، لانها بتشتغل بتخش على صورة ده الكورس كله بقى، ده الكورس كله ثلاث حاجات او زي ما شايفين. في الناس لو حد، معلش اسفه مش هقطع كلامك، بس لو حد طلب بياخد حاجه واحده من الكورس، ولا يفضل الثلاثه؟ يعني في ناس ساعات تقول لي طب ممكن اخد الكبسولات بس بلاش النقط، ممكن لا، هو الكورس كله مع بعضه. وطبعا حسب، احنا الدكاتره عندنا متخصصين، الدكاتره بيرجعوا له وبيفضلوا يقولوا لا ده بيناسبك، خد ده دلوقتي، خد ده لا. مثلا الكبسولات خدها بعد الفطار، اكسر صيامك وخدها، النقط خدها قبل السحور، الاعشاب خدها على مدار اليوم. فاحنا في متخصصين قاعدين بيتابعوا مع حضرتك يقول لك تاخد ايه. الثلاثه مهمين جدا ليه؟ لان عندك الكبسولات دي من بذور الكونجاك اللي هو هذا العشب الطبيعي والنبته الجميله من البذور، هي انجليزي. الكونجاك انجليزي اصلا. وطبعا استخدموه في العالم كله، يعني عندك في الصين وفي اليابان عامل طفره وبيستخدموه بصوره كبيره، في دول في المانيا، في دول العالم كلها ما شاء الله بيستخدموه وله مفعول سحر. وهنا احنا بننفرد بيه ان شاء الله في جمهوريه مصر العربيه في هيلثي لايف، ويوصل لكل مكان في الدنيا ان شاء الله. فعايز اقول لك ان هو من الكبسولات من بذور الكونجاك، وهي طبيعيه جدا وبتخش على المعده. المعده طبعا بتتمدد في المعده زي الياف 7 أضعاف حجمها الطبيعي، بتنفش في المعده زي البالونه كده، فتحضر حضرتك بتحس بشعور بالشبع، اكلتك بتقل، المعده حجمها بيقل، فبتخش على منطقه الدهون الموجوده في الجسم، فبتكسر ثبات الوزن. عند ناس كتير يا ميار بيجي لنا ناس كتير بتقول لنا عندي مشكله كف ثبات الوزن، انا وزني مش عارف كذا. يفضلوا يا حياتي يعملوا دايت ويتحرموا بقى ويروحوا العزومات وناس تاكل وهم لا، وكل حاجه، ويجي يوزن على الميزان يلاقي نفسه زي ما هو او حتى زايد كام جرام. بتبقى بقى انهيار، بيجي لهم عقد ويتضايقوا ويحسوا باكتئاب، واحنا مش عايزين نشعر باكتئاب، عايزين نشعر بالسعاده. احنا هدفنا سعاده يا ميار، هدفنا الابتسامه الحلوه. انتوا سفراء السعاده. انتوا سفراء السعاده. انا بصي، انا سواء انا ميار او اي ست يا جماعه، مجرد ان حد يقول لها، يعني لو داخل على جوزها كده ومتعصبه يقول لها ايه، لا 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 انت خسيتي دي لوحدها، العمل نفسه، الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، وهكذا الكونجاك من الحاجات الطيبة الجميلة اللي هتخليك ايه دايما مبسوطة، والسعادة على وشك يا رب ان شاء الله. فاللي داخلة بقى يعني على زواج ان شاء الله، او خطوبة او مناسبة، او اللي هينزل شغله بعد العيد، او اللي نزل هيروح يقدم في انترفيو، بقول لك دي فرصتك، الحق فورا. كلمنا بالارقام الموجودة اسفل الشاشة، الحق فورا، خد الكبسولات هتعمل لك كسر ثبات الوزن، زائد خد النقط. النقط جميلة جدا لانها من خلاصة عصارة ساق عشب الكونجاك، طبيعيه 100%. النقط دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل على نحت القوام، ونحت القوام زي ما بقول لك دايما مطلب جماهير وشعبي، عشان يبقى القوام إيه دي حاله. شايفه الحاله قدامنا عامله ازاي؟ كنا بنجيب سيره البحر ولا هو واخد سيره بصراحه علشان المصيف يا حبيبي، يعني ده مستحيل كان يلبس مايو ولا يقدر ينزل، بس ما شاء الله يعني باين جدا الفرق في الوزن. 158 ل 120 60 كيلو يعني، لا 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 ده اكتر من 60 كيلو. الله الله، بقى بني ادم تاني جدا، خلاص خالص تماما. بحوالي كام؟ 60 كيلو فرق، حوالي 66 كيلو فرق. 158 لا لا، ده انا اصلا ادبي. انت ايه يا بنتي؟ مش كده 160؟ 40 كيلو تقريبا، او اقل من 40، 38 كيلو. يلا لا، انا لازم اخد كورسات مش بس كورسات الكونجاك، لا اخد معاك كورسات ماس عشان احسب. لا لا، عشان احسب ما شاء الله النتائج اللي انتوا بتعملوها. يعني 38 كيلو في فتره قد ايه خسوه؟ 38 كيلو بالظبط في اسبوعين او 3 اسابيع، مش عارفه. 38 هو بالظبط. احنا عندنا، ما انا بقول لك في بالظبط بفضل الله، في 5 اسابيع في شهر واسبوع من 12 ل 17 كيلو، وتحدي بفضل الله. كل اللي بياخد معانا بينزل الوزن ده. وطبعا احنا في ناس عايزه تنزل اكتر من كده، بنتابع معاهم. ما هم بيكملوا الكورس
صح؟ بيكملوا الكورس. نفضل تابعين معاه. وبعدين انا بحب الناس اللي عندها التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. لو انت من اولها شايف لا وانا مش عايز، عارفه النفسيه بتفرق، العقل الباطن بيشتغل. انت لو في قراره نفسك انا هخس، انا هخس، لو في قراره نفسك انا وزني هيبقى مثالي. زي المدمن، ما هو المدمن الاكل زي المدمن، والله بحس انه يعني المخدرات بتاذي الناس، بس بحس برضو ان الاكل كمان بيأذي. ففي ناس مدمنه اكل فلو خد قرار انه يتوقف عن هذا الادمان واحنا بنساعده بالمنتجات بتاعتنا، ساعتها حياته هتتغير. انا عايز اتكلم على مدمنه اكل يا ميار، ما شاء الله بتفتحي حاجات كويسه جدا. فكره ان احنا بناكل عشان نعيش، مش نعيش عشان ناكل. في ناس عايشه عشان تاكل. يقول لك انا اخش من ده على ده على ده. الاكل جميل طبعا وكل حاجه حلوه، لكن ربنا مدينا طيبات جميله، لكن كل وفي نفس الوقت خليك حريص على نفسك. وانا بقول لك خد الكونجك، وفي نفس الوقت بقول لك ما تبقاش كسول، ما تقعدش بالريموت كله، لا قوم اتحرك، قوم انقل، قوم افتح النور كهرباء، ما تخليش، قوم اتحرك جوه الشقه، وانت اتحرك جوه الشقه مع الكونجك. الكونجك ليه مفعول السحر، علشان هو اصلا بيعلي الحرق، بس كمان انت لما تتحرك الحرق بتاعك هيبقى مضاعف. يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. غير بنفسك برضو مع الكونجك، والكونجك كان زي ما بقول لك هيغنيك عن كل ده. لكن الرياضه مهم جدا، فاكلاتك راعي. احنا عندنا في مصر وفي الدول العربيه عموما احنا بناكل ناكل الاول بعد كده ناكل الفاكهه، لا الفاكهه الاول بعد كده الاكل. حتى القران الكريم بيقول لك وفاكهه وابا والتين والزيتون، كل الايات وكل القران الكريم الفاكهه قبل الاكل. الفاكهه قبل الاكل ليه بقى؟ الفاكهه قبل الاكل حتى لو مثلا بتلت ساعه اكلت فاكهه، الفاكهه فيها الياف، والالياف بتساعد تدي شعور بالشبع. وايضا لو شربت ميه كمان قبل ما تاكل، مش ساعات انت لو جيت على الفطار شربت ميه او عصير كتير تلاقي نفسك شبعانه كده مش قادره مش قادره تاكلي. دي حاجات مهمه. طب في ناس بتبقى شهيتها اصلا مفتوحه كده، الكونجك بقى دوره القوي والفعال وله مفعول السحر في ده، يبقى انت هتساعدني انا بالكونجك انا معاك، وانت بتاخده وفي نفس الوقت بتتحرك، بتنزل في اليوم بتتمشى 30 دقيقه، بتمشى ساعه، الرياضه حلوه، هيلثي لايف، خليك عايش. دي مبادرتنا يا جماعه. ما هو لو كانوا الناس طيب في البيوت دلوقتي مش بيعرفوا يتحركوا، انا بقول لك لو يتمشى كده بقى في البيت، في البيت خدي الكونجك وتمشي، قومي كده اعملي الاكل، اتحركي من هنا لهنا، روحي الاوضه. ده في ناس والله العظيم ما بيتحركوش من السرير. خلاص هم يعني الكورونا جات لهم على التيب توب. وانا عايز اقول كمان ستات البيوت امهاتنا الحلوه والزوجات الجميله اتحركوا اتحركوا، خدوا الكونجك هيفرق معاكم بشكل كبير جدا، وخلي وزنك مثالي، اتحركي كده برشاقه وحيويه ونشاط، وانزلي من على السلالم كده وانت بتتحركي بسرعه، وصلي ست الكل وانت بتصلي في نشاط. ناس بيجي لها خشونه في الركبه، بيجي لها امراض، الام في الظهر، يا خرابي الام العمود الفقري بقت فظيعه. علشان انك انت احملي كل الوزن ده عشان تقومي وبتشيليه تاني وانت نازله. يعني انا يحضرني موقف حصل، يعني حد انا اعرفه عنده كرش، فما راح للدكتور بيقول له انا العمود الفقري بتاعي تعبان ومش قادر. فقال له يا حبيبي انت تخيل نفسك، قال له انت ساكن في الدور الكام؟ قال له ساكن في الدور الرابع. قال له تخيل انت طالع السلالم دي وانت شايل بطختين كل واحده يعني واحده 10 كيلو، وطالع تطلع لما تطلع رجليك هتوجعك وضهرك هيوجعك احسن، ولا لما تكون طالع خفيف مش شايل حاجه؟ قال له انا خفيف مش شايل حاجه. قال له تبقى شايل البطاقتين دول، طيب روح نزل الكرش وضهرك هيخف. بس السمنه تؤدي لاكثر من 44 مرض، زائد تصلب شرايين، سكتات دماغيه، الناس اللي بيجي لها مره واحده نوبه قلبيه فجاه ويموتوا فجاه، كل ده بسبب السمنه، وزن زايد، اكل مسبك، بياكل وينام، مفيش رياضه، كل ده ما عندوش هيلث لايف. فانت في الاخر تقول انا ليه بيحصل لي كده؟ انت في خطر، انت في خطر فعلا، انت سايب نفسك، الحق نفسك. ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي يقول لك انا فرحان كده، انا في ناس يقول لك خلاص انا بقيت متعود كده، انا بطه، انا بطه، بطه مين؟ احنا في العشاء هنا بطه مين؟ احنا الناس عجباني بتاعت عود البطل المفروض دايما يقولوا لي لا قولوها على طول، لازم نعملها عود البطل مجروح، لان احنا كتيبه الانقاذ ورئيس اركان حرب كتيبه التحقيق. خلينا طيب الصوره اللي نزلت معانا من شويه كانت صوره مين؟ استاذ ايهاب معانا على التليفون، مداخله من استاذ ايهاب اللي عمل الانجاز الجامد ده جدا. السلام عليكم استاذ ايهاب. رحمه الله. حد جاب سيرتي. استاذ ايهاب. ايوه يا فندم. حضرتك معانا على الهواء. مع ايوه يا فندم. استاذ ايهاب طب اساله. منورنا يا استاذ ايهاب. طبعا استاذ ايهاب بطل من ابطال يعني هيلث لايف، كنت على طول بتتعامل معانا وما شاء الله حياتك اتغيرت، وزي ما الجمهور شاف يا ريت تقول للناس كلها اللي بتتفرج علينا دلوقتي قد ايه انت اتغيرت وحياتك اتغيرت في هيلث لايف، ولما خدت معانا الكونجاك قول لنا حياتك اتغيرت ازاي. اول حاجه لازم اشكر حضرتكم يا فندم، واشكر حضرتك، ربنا يبارك لك، الكورس اللي انا خدته في الفتره الوجيزه اللي انا خدتها.
انا كان وزني في الاول 158 كيلو ايوه، وكان شهيتي كانت عاليه عاليه. هو ثواني 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 يا استاذ ايهاب، وحضرتك منين؟ صوتك ساحلني كده. انت من دمياط؟ من بورسعيد؟ من المنصورة يا فندم. منصورة. من المنصورة، ما انا عارفة برضو اللهجة دي في الصعيد والمنصورة دمياط نفس اللهجة، عشان كده انتوا عندكم الاكلات حلوة بقى. ايوه دول رائعين في الاكل. والفطير والسمك والحاجات دي. طبعا لك الفطير. طب عايزين فطير يا استاذ ايهاب بعد الاكل. عايزين فطير انا والاستاذة مهارة. الدكتور رامي منعني من الحاجات الحلوة دي يا فندم. استاذ رامي ولا الكونجاك عمل معاك مفعول يا استاذ ايهاب؟ المهم يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك ان انا كنت وزني حوالي 158 كيلو. بدات اشوف الكورسات على الفيسبوك، ما كنتش مصدق ان الحاجات الادويه ديت هي اللي هتعمل المفعول، هتعمل معايا المفعول ده. حتى كمان زمايلي اللي في الشغل شافوني بنزل فترة بفترة بفترة، حتى كمان قالوا احنا عاوزين نتعامل مع الشركة دي. وصل وزني لغاية قبل شهر رمضان الكريم حوالي 125 كيلو. انت دلوقتي 120 ها؟ 125 ما شاء الله ما شاء الله. لا ده وانت كنت من اللي يعني تصنف، يعني كانوا اصحابك مسمينك الاكيل؟ الاكيل. ما كانش حد مصدق ان انا هخس، حتى كمان يقولوا لي طب انت هتخس، اقول لهم لا انا عمري ما هخس، ان انا عمري اما اشوف الاكل عمري ما همنع هتقدر تقاوم. ايوه ايوه. قول لنا بس دلوقتي جينا لمربط الفرس استاذ ايهاب، انت دلوقتي واحد من عشاق الاكل، ولما بتشوف الاكل ما عندكش كنترول، لما خدت كورس الكونجك احكي لنا بقى، بقيت تشوف الاكل تتعامل معاه ازاي؟ ولا اكني شبعان واكني واكل معلش خروف. ما شاء الله ما شاء الله. انت بطل يا استاذ محمد. بطل يا استاذ ايهاب. بطل. البركه في ربنا وفيك يا دكتور ان انت منعتنا عن الاكل. الله يخليك. يعني انا ما كنتش مصدق نفسي، حتى والدي ووالدتي ما كانوش مصدقين، واصحابي وقرايبي ان انا خسيت. يا استاذ ايهاب انت زي العسل ومن المنصوره، وتحياتي للمنصوره، وراجل جميل وكان عندك اراده، عندك اراده وفعلا مشيت بالتعليمات، ودي احلى حاجه ان انت مشيت بالتعليمات وبتاخد الكورس في مواعيده، فده يعتبر انت ساعدتنا في النجاح وساعد نفسه وساعد نفسه وساعد نفسه، دي اهم حاجه، وثقته في نفسه. يا استاذ ايهاب كلمنا عن ثقتك في نفسك على حياتك الهيلث لايف، اتغيرت ازاي بقى بعد ما نزلت كل الوزن؟ اتغيرت في لبسي وفي مظهري، كمان انا شغال في شركه محترمه، كان لازم يكون منظري يكون مظهر حلو احسن ما كان الواحد بيلبس لبس قميص طالع بره ولبس الوقت، بقى منظري كويس جدا. ما شاء الله احنا شايفين الصوره جدا. انا مش مصدق. ربنا يسعدك ربنا يسعدك. بس انت مكمل بقى يا استاذ ايهاب؟ يستمر. انت مكمل بقى في الكورسات؟ مكمل. وماشي على الدايت لحد دلوقتي في رمضان؟ وهقول لحضرتك حاجة. فضل. ان انا عملت انا كنت في ناس خلوني ان انا يقولك ان الادوية ديت لها اثار، انا عملت تحاليل صورة دم كاملة وكل حاجة، والحمد لله ملهاش اي اثار الحمد لله مش اي اعراض جانبية. وبقولها على الشاشة عند حضرتك اهوت، ملهاش اي اثار جانبيه يا فندم. طب الحمد لله خالص. مش أثار جانبية. يعني مثلا ما كنتش يعني في شغلك ما تحسش بهبوط بخمول مثلا؟ مش قادر تروح ولا اكتئاب ولا انا هقول لحضرتك، انا ما كنت اطلع على السلم كنت بنهج، ما كنتش بقدر مثلا مدير يقول لي روح اعمل كذا كنت بكسل، مش قادر كنت اتحرك بعربيتي، الوقت بحب المشي، الوقت راكن عربيتي بقيت احب المشي. هو ده الكلام، ده كده بقيت تعيش هيلثي لايف. هيلثي لايف هو ده، هو بيساعدنا بقى استاذ ايهاب كنا بنتكلم عليه زي ما شفنا امبارح استاذ محمد، بيساعدونا. هم لما بيشوفوا النتيجه طيب يا رب بيساعدونا، بيقول لك بقى عنده قابليه للحياه، بيقول لك بدل في واحد يقول لك ان في واحد هيشتري عيش من المكان ده يروح بالعربيه، لا ده يقول لك اتمشى، لا اعمل، مع انه بياخد الكونجاك وعامل معاه المفعول، بس بيساعدونا. دول ابطال بجد، ربنا يبارك لهم. ربنا يبارك لك. انا بقول لك يعني استمر، علشان طبعا هتبقى معانا في حلقه ان شاء الله بعد العيد، ونكون وصلنا للوزن المثالي. انت عايز توصل لوزن كام بقى؟
انا عاوز اوصل 80 كيلو يا فندم. ما شاء الله انت قدها. لا ده انت هتبقى موديل بقى يا استاذ دياب. احنا معاك وكونجك معاك، بس سؤال صغنون جدا في عجاله. يعني انت لما تواصلت مع فريق هيلثي لايف من على الفيسبوك، هل اهتموا؟ هل ردوا عليك بسرعه؟ ايه لا إيه يعني حصل ايه؟ قول لي بسرعه كده. حصل اللي حصل يا فندم، انا اشكر اللي هو الفريق العمل اللي هو تبع الدكتور اللي هي الدكتوره ساره، هي اللي استقبلتني وخدتني واحده واحده، قالت لي الطول والوزن، هل عندك في امراض مثلا او اعراض جانبيه؟ طبعا خدتني واحده بواحده لغايه اما يعني انا تفاعلت معايا ويعني ايه وبسطت لي الموضوع بصراحه. الدكتوره ساره خلتني اثق بزياده وخلتني كلامها اوصل لزمايلي، ووصلت الكلام بتاعها لزمايلي وما زالوا زمايلي لغايه حتى الان بيتعاملوا مع الشركه. شكرا يا استاذ ايهاب. يلا عشان خليه يعمل اعلانات، خليه يبقى موديل. خلاص بقيت موديل. شكرا استاذ ايهاب، كل سنه وانت طيب، واحنا مستنيينك تكمل مع كورسات هيلثي لايف وكورسات الكونجك علشان يجي بقى فعلا يبقى موديل. يبقى موديل. احنا خلاص الوقت بيعدي، انا عارف عايز طبعًا. اقول بقى العروض قبل ما نقول العروض، بس عايز اقول من كلامه احنا مش مجرد بقول لك تعالى خد منتج، احنا مش كده خالص. احنا شوف بنساله طوله وزنه، عنده اي اعراض امراض اي حاجه. الموضوع يا جماعه احنا عندنا مبادره فعلا، عايزين الناس فعلا توصل لوزن جميل، عايزين يوصلوا لحياتهم الطبيعيه، ده هدف من هدفنا سعادتهم. مجرد يقول لك انا بقيت سعيد وبعيش حياتي الطبيعيه، دي احلى حاجه بالنسبه لي. يقول لك بقيت اركن عربيتي وامشي، اركن عربيتي دي احلى حاجه. وكان يقدر حد ده الهدف من مبادره مصر 2020 ضد السمنه اللي بتطلقها شركه هيلثي لايف. عايز اقول كمان اخر حاجه اللي اتكلمنا على الكبسولات والنقط، اخر حاجه الاعشاب الجميله بتاعتنا دي جميله تشربها زي مشروب جميل، وفي نفس الوقت بتزيل السموم من الجسم وبتزيل الميه الزياده اللي في الجسم وليها مفعول رائع. يبقى احنا كده الميه الزياده. انت عارف ان احنا ممكن لو وقفين على الميزان نلاقي وزن كتير جدا، واقول ايه ده انا ماشيه في الدايت، كل ده بتبقى ميه متخزنه طبعًا. تحت الجسم. طبعا احنا عندنا في حاجات بتزود ساعات وزن او ساعات الميزان الكاذب. ايه بقى الميزان الكاذب؟ دي ممكن نبقى نعملها حلقه برضو عن الميه الزياده في الجسم، عن الحاجات المحتبسه في الجسم، الاملاح الزياده، حاجات كتير بتبقى موجوده. الستات لما بيجي لها الدوره الشهريه في حاجه، كل دي بتزود وزن برضو. يعني في حاجات بتزود الوزن، لكن احنا طبعا بتزود على الميزان، لكن احنا ان شاء الله بفضل الله بنقدر الناس من خلال الكونجاك اللي بيعمل على كسر ثبات الوزن ونحت القوام وبيرفع معدل حرق الدهون وبيزيل الميه الزياده والسموم في الجسم، هتبقي رشيقه وانت هتبقى رشيق لكل الاسره بامر الله. عاملين عروض جميله جدا ومفاجاه بقى. انت كل مره تقول العروض بسرعه بسرعه، انا عايزه لان كل اللي انا كمان يا جماعه انا النهارده بصوا شايفين كل المسجات اللي جت، مش عارفه عايزه اقول لكم المسجات اللي جت كلها النهارده كنت عايزه اقولها لكم، بس ان شاء الله نخليها الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا طبعا كل كورس ان شاء الله باذن الله لبرنامج انا حوا وكل اللي بيتفرج علينا عشان شهر رمضان، كل كورس عليه خصم 50% وعليه كريم لشد الترهلات بخلاصه كولاجين، كريم اكتر من رائع هيخليك كده نضر وجميل باذن الله. وعندنا كمان الكورسين عليهم الخصم 50%، زائد عندنا كورس تثبيت او بياخد الميزان، وميزان رائع وحضرتك عارفاه ومجرباه. الميزان جميل بس هو معقد شويه قبل ما نشغله، بس تشغله لا لا انسى بقى، بيجيب لك كتله الجسم، بتجيب لك نسبه الدهون، بصراحه تحفه. بالاضافه لعروض العيله عندنا اللي بتاخد عيله بتوصل خصومات هايله جدا، يكاد اقول ممكن الكورس الثالث يوصل ل 75% كمان خصومات، بالاضافه للهدايا طبعا، بالاضافه للهدايا للعائله اللي هياخدوا بقى كورسات، اللي عايزين كده احنا قررنا كده كلنا تيجي كلنا نخس. ما هو لازم نشجع بعض، نشجع بعض. ما ينفعش مثلا يبقى في حد عامل دايت والباقيين عاملين وليمه وقاعد زي الصايم اللي حد ياكل قدامه. فطب انتوا حسوا باللي بيعمل دايت. حسوا بيعمل. خلي بالنا برضو من العادات، خلي بالك كنت عايز اقولها، ان المشروبات الغازيه في ناس بتعتقد انها بتهديهم، لا دي بتتعب مش بتهدي، بتعمل هشاشه في العظام. بالاضافه للناس يقول لك ايه الاكل يحب اللمه، الاكل يحب الجماعه وناكل كلنا مع بعض، لكن احيانا اكل مع جماعه بيخليك تاكل اكتر كتير. وانت بتتكلم ما انت مش داريان بقى، مش داريان. نخلي بالنا من ده. الكونجاك ليه مفعول السحر، عايزين نعيش الهيلث لايف، تواصلوا معانا بارقام الموجوده اسفل الشاشه. بجد دكتور في بيتك هدفنا السعاده ليكم ان شاء الله، ويبقى عود البطل ملفوف زي ما بنقول كل مره، رئيس الاركان جاي لكم. الاركان جاي لكم زي ما احنا متفقين، هنلعب ببجي احنا والدهون وهنقضي عليها هنقضي عليها تمام. عندنا الاسلحه بتاعتنا كلها وهنعيش احلى حياه باذن الله. ايوه صحيه وامنه وملهاش اي اثار جانبيه، واحنا دايما كل حلقه بنبقى حريصين ان اللي هيتكلم في الحلقه يكون اخونا ابونا حد شبهنا، ومش بس من القاهره، من كل المحافظات. كل الناس اللي معانا واللي اشتركت معانا في مبادره مصر ضد السمنه 2020 تبع شركه هيلثي لايف،
ارجوكم تواصلوا معانا علشان انتوا كمان هتبقوا معانا في حلقات علشان الناس كلها تشوف على الطبيعه طبعا. انجازكم انتوا تتحمسوا وتكملوا وهم كمان يتشجعوا عشان يبداوا ولا ايه؟ ده طبعا ده اساسي باذن الله. انا وصلت لنهايه حلقتي، كانت حلقه لذيذه وقلنا فيها معلومات مفيده. الحمد لله. شكرا جدا استاذ رامي العقاد المتحدث الرسمي لشركه هيلثي لايف لمبادره مصر ضد السمنه 2020. انا بشكرك وبشكر كل الجمهور ويا رب دايما تعيشوا احلى حياه باذن الله. بس قبل ما اقفل بقى عايزه ابعت تحيه كبيره جدا لطنط مامي رامي لان هي بتحبني وانا بحبها. ايوه جدا. ببعت التحيه طنط وببعت لكل الامهات تحيه كبيره. ربنا يبارك وان شاء الله اشوفكم بكره على خير وسلام وحتى القاكم غدا بحول الله وقواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.